صباح الخير متابعينا الكرام، عندنا خبر كثير حلو من شركة اعمار بتاريخ 5/10/2019. اي مشتري بيشتري هذا التاريخ وبعد على خطة سداد معينة، اذا بعد فترة طلعت خطة سداد جديدة وكانت ميسرة اكثر، فينك تطالب اعمار قانونيا بتطبيق خطة سداد الجديدة. يعني فرضا انت اشتريت عقار كان قيمته مليون، دفعت 40% خلال فترة الانشاء و60% على التسليم، نزلت اعمار نفس المشروع ونفس الفيس بس بخطة سداد ميسرة أكثر، يعني 40% خلال فترة الإنشاء و 60% بعد التسليم على سنتين. أنت فينك تروح لعند أعمار وتطالبهم قانونياً بتطبيق الخطة الجديدة، أو فرضاً أنت دفعت 4% رسوم التسجيل، طلعت أعمار نفس المشروع بس على 2% بدل 4%، فينك أنت بحالة طالب أعمار ب 2% اللي أنت دفعتها. هذا الشيء بخلي المستثمر انه يكون مرتاح وقت اللي بيشتري عقار من اعمار، انه الخطه الجديده اللي هو اخذها رح تكون كثير مناسبه، واذا طلع شيء افضل فينك انت تطالب اعمار لهذا الشيء، وهذا الشيء من حقك قانونيا. اي استفسارات فيكم تتواصلوا معي. شكرا.